السلام عليكم، نشرح في هذا الدرس عن الكولكشن. في الحقيقة أشهر ثلاث أنواع من الكولكشن هي الليست اوف والماب اوف والست اوف. إذا ظل اكس يساوي، لو أكتب ليست اوف، شوف كومبايلر يكمل لي. مثلا أقول ليست اوف انتجر، نفس الحالة حنكمل البقية. ظل واي يساوي، راح أكتب ماب اوف وأضع النوع انتجر فارز سترينج. هسه نعرف شنو معناته هذه. وظل الآخر وليكن z يساوي set of، ومن ثم أضع النوع integer أيضا بهالصورة هذه. إذا الكولكشن هو المجموعة، إنه أنت إذا كنت بحاجة إلى إنه تنشئ مجموعة من الإليمنت، مجموعة من المتغيرات. إذا هو نفس الأري لكن يختلف عنه بخصائص معينة. الشيء لازم تعرفه في البداية بأنه الكوتلين متميزة في الكولكشن عن كل اللغات البرمجية المتبقية، بأنها بكل نوع من أنواع الكولكشن ممكن تعمل منه ميوتابل وإميميوتابل. يعني حاليا list of, map of, set of، كل هذه إميميوتابل، هي غير قابلة للتعليل. لكل واحدة من هذه الثلاثة يوجد نوع ميوتابل. يعني لو قلنا مثلا val a يساوي immutable list of، immutable map of، immutable set of. اوكي، فبالتالي نفس الحاله immutable list of، val b يساوي immutable map of، والنوع ايضا راح اكتبه integer فارز string. وفي الاخير val c يساوي immutable set of، واكتب النوع integer. الآن ندخل بالتفاصيل ونتطور بيها شوية شوية. في البداية هذه الـ X والـ Y والـ Z طريقة تعريفها خطأ. السبب بهذا أنه أنت بهالحالة أنشأت ليست فارغة، بمعنى أنه ما تقدر تضيف عليها نهائيا، خلاص انتهى، أنت أضفت ليست فارغة، لأنه هذه immutable غير قابلة للتعديل. فأنت لو قلت لحاليا X of 0، أوكي ما عنده مشكلة، لكن لو تضع قيمة مثلا يعني x of 0 يساوي 5 مباشرة يعطيك error. سبب هذا بأنه هي immutable، فبالتالي المفروض منك في لحظة التعريف أنت تضع القيم. أوكي، فإذا مبدئيا الآن في لحظة التعريف أنا أحتاج مثلا 5 قيم، فأجي أضعها بعناصر معينة integer بهالصورة هذه. الآن لما حددت القيم الخمسة يقول لي بأنه ماكو داعي تكتب النوع انتجر، فأحذف النوع. نفس الحالة بالنسبة لي السيت، ممكن أضع هذه القيم الخمسة ونفس الحالة راح أحذف الانتجر. إذا حاليا هذه الطريقة الصحيحة، لكن ننتبه هنا بأنه أنت في لحظة تعريف الليست أصبح عندك السايز أوف ليست هو 5 ولا يمكن تغييره نهائيا. يعني لا يمكن حذف عنصر ولا إضافة عنصر ولا تعديل عنصر. فحاليا لو أقول له x of الصفر مثلا، أيضا أقول له يساوي 5، مباشرة يعتل عند الكومبايلر، فما يقبل مني نهائيا أنه أعدل عليه. هذه تستعمل للقراءة فقط، أنه فقط أخزن قيم وممكن أنه أطبعها أو أستخدم عليه دوال جاهزة موجودة في اللغة، لكن ما أقدر أعدل عليه. بينما هنا بالميوتابل ليست والميوتابل سيت أنا حر بأنه أضع القيم بهالصورة هذه أو أنه ما أضع القيم. فإذا وضعت القيم فأني ممكن أحذف النوع، أما إذا ما وضعت القيم فأني مجبور أنه أعرف النوع. فبالتالي لو مثلا ما وضعت القيم، كيف أضيف هذه القيم؟ أضيفها عن طريق الأد، يعني حالة حان الأري ليست. يعني أقول له I dot add بهالصورة هذه، ومن ثم أضيف عنصر معين الأربعة. نفس الحالة إذا من أقول له أي دوت، ممكن أستعمل حتى الأد، الأد أول، ريموف، ريموف أول، حتى أستخدم الريبليس أول، ريبليس يعني تبديل. عدة دوال ممكن أستخدمها، حتى الكلير ممكن أستعملها. إذا كل الدوال تقريبا الموجودة في الأري ليست هي تنطبق عليها بالميوتابل ليست والميوتابل سيت، بينما كل الدوال اللي كانت موجودة في الأري هي تنطبق عليها الليست والسيت والمار. إذا هذه الثلاثة الأولى تقابل الأري بمعنى immutable، والثلاثة الثانية تقابل الأري ليست بمعنى immutable. الشيء الآخر اللي لازم نعرفه عن collection بأنه ما أحتاج إلى for loop حتى أطبع العناصر.
يعني فقط اقول له مثلا print len للاكس على سبيل المثال، فانا من اقول له print len للاكس يطبع لي عناصر الاكس على شكل ليست يعني قائمه، فلو ندوس ران نشوف الى انه ظهر لي الناتج بهالصوره هذه. اذا print len للاكس طبع لي عناصر الاكس اللي هي 3 7 3 9 10. اوكي، نفس الحاله بالنسبه للبقيه، انا فقط اقول له print len للواي للزد للاي للبي للسي وهكذا. بالاضافه الى هذا فالكولكشن ممكن نستفاد منها بانه نمررها الى الاري ليست دفعه واحده. يعني مثلا لو انشئ فال وليكن اسمه اس، هذا الفال عباره عن اري ليست، ومن ثم نحدد نوع الاري ليست فليكن انتجر واخلي اقواس الفاضله. بعدها لو اقول له اس دوت اد ممكن استعمل هذه الداله، ولكن ممكن استعمل داله اخرى اسمها اد اول. Add all هذه تستعمل لإضافة collection of elements، إذا إضافة مجموعة من الإليمنت دفعة واحدة بشرط أن هذه الإليمنت تكون collection، فإذا إما تكون list of أو تكون set of وهكذا. فحاليا ممكن أضغط على Add all وأضيف له مثلا X، نفس الحالة s.add all وراح أضيف له Z. إذا معناها هذه الاس راح تنحجز بيها عناصر الاكس اللي هي هذه، وايضا بعد هيخزن بيها عناصر الزد. بالاضافه الى هذا ممكن استعمل داله اخرى، هذه الداله هي ليست فقط اد اول، وانما اد اول ممكن امر لها تو باراميتر، الاول يمثل اندكس والثاني يمثل اليمنتس بمعنى مجموعه من الكولكشن، بمعنى انه انت تضيف مجموعه من الاليمنت في اندكس معين. معناها لو قلنا مثلا 2.زد شو اللي راح يسوي؟ اللي راح يسوي بانه يضيف الزد بالاندكس 2. يعني في البداية هو حاول يضيف الاكس، فهذا الاكس ضافه بالاندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 3 4. الان انت لو تقول له فقط s.addAll للزد راح يضيف لثلاثة بعد العشرة يكمل يعني، لكن انت من تجبره بأنه يضيف الزد في الاندكس 2 معناها انه هذا الاندكس 0 يبقي وهذا الاندكس 1 يبقي، وانت تريد تضيف الزد بالاندكس 2 يعني بعد السبعة، فاللي راح يصير بأنه هذا الزد راح يفصل الاكس بالنص، يعني يجي يدخل بالوسط انه هنا 3 7 ومن ثم 3 7 9 10 مرة ثانية يرجع 3 9 10. اذا نتأكد من هذا الكلام، لو ندوس print len للاس، طبعا الاري ليست ايضا ممكن تطبعها بشكل مباشر بدون for loop، وانما فقط الاري ما ممكن تطبعها الا باستخدام الفور لوب او الفور ايج. اذا شوف الناتج اللي طلع لي 3 7 ومن ثم توقف، بعدها جاء الزد يعني 3 7 9 10 ومن ثم رجع 3 9 10، اذا 3 9 10. إذا هذه طرق حتى أعرف شلون أتعامل وياها بالآد أول بالنسبة للأري ليست. بالإضافة إلى هذا هناك طرق أخرى لتعريف الليست، يعني الليست ممكن أعرفها حالة حال الأري، فبالتالي أنا استخدمت كأنما الطريقة المختصرة، يعني الأري أوف تقابلها الليست أوف، فبالتالي ممكن أستعمل الطريقة التفصيلية، يعني مثلا val x1 يساوي ومن ثم بدل كلمة array راح اكتب list واضع كل الاقواس الممكنة، اذا اقواس تكون بثلاث اشكال، هذا القوس اضع به size of list، هذا القوس اضع به initial value لكل العناصر، وهذا القوس اضع به نوع هذه list اللي هو integer. هنا يقول لي بانه ممكن تحذف نوع list، فاوكي ممكن احذفه ويكون بهالشكل هذا. إذن يبقى عندنا فقط الماب اوف والميوتابل ماب اوف، نكملها بالدرس القادم.